نتعلم الألم من القلم والألم. إذا شو دورنا؟ شو جايين نعملهم؟ معي بصرة إذا ما زرعتها ما بتصير شجرة، وهالشجرة ما بتعرف إنها هي بالبذرة إلا إذا زرعناها. لتكن مشيئتك، سبحان الباقي بالحي وسبحان الحي الباقي. أنا هلأ بلبنان جسديا، بس نحن مش بلبنان، نحن إنسان حول العالم بيجوا لعندي من كواكب تاني، وفينا انطوى العالم الأكبر. بيتا ما بيقولوا جريما وهيك وأهيا ست شهور ثمان شهور. السلام فينا مش علينا، منو برا له وجوا، ايد بايد ما منروح بعيد. نياله اللي عنده كتاب وصديق، ايها الحق لم تترك لي صديق. هيدا اللي عم نفتش عليه هلا، عم نفتش على انسان 3 4 5 6 بلبنان، 7 8 9 10 يا عذراء شد العشرة، يا يشوع سد ضلوع. نعم الجميع بدي حدا حد يكوخ، بس كفى بالموت وعظم. لوين رايحين؟ أنا بس أعرف جاي لعندي فلان أو فلان، إحنا قليل بلبنان بفرح كتير الفرح والترح والراحة والطراحة وكلهم. شوف الله فيهم هالإلهية، خلقت الخلق لأعرف كنت كنز المخفية. قالت لو ليه ما بتستحي حتى المحبس بإيدك الغلط وانت مجوزة؟ قالت لها لأني جوزت الرجال الغلط، هيك بضلني بتذكر انه هيدا مش إلي. قالت لو انا كمان جوزي بيجي شهر وبيقعد هون كل الوقت كل السنة. قالت لها كله شهر وبيروح. يعني مهضومين كيف ما قلن طايقين، ما بقى يطيقوا حدا. ليه؟ لأنه ما بتنطاق الكذبة، بدنا الحقيقة، والحقيقة إلى جوانح مثل ما بتعرفوا بتطير عن أصحاب. بدنا جماعة، إذا اشتدت علينا المحن علينا بالشام وباليمن، سوريا رئيس جمهورية أمريكا قال لي احملوا باسبور سوري، وأنا عندي أكثر من باسبور ماني بحاجة. ما بدنا نتجنس، الله جنسنا، خلقت الخلق لأعرف. شو ما حكينا كذبة إلا الموت، لوين رايحين؟ بس شو أخذين معنا؟ أنا بدي أروح على مصر وبسبقكم، مصر أم الدنيا. خلص هونيك عشت مع القمش وتعلمت وبعدني بتعلم منهم، ما بياكلوا وما بيناموا وما بيموتوا وما بيخلقوا. التقمص حقيقة عم يصير جديدة. الله بيموت يا تيتا؟ لا، موت الموت. مريم شي 400 500 كتاب بالعربي وما بدنا اياهم، كتاب واحد المقروء والمنظور المعلوم والمجهول. شوفي يا تيتا، السما زرقاء رح تضل زرقاء، رح تضل تشتي والشتي مالح والبحر مالح، لا الشتي حلو والبحر مالح، وراح يضل البحر مالح وراح يضل الشتي حلو، وراح تطلع الشجرة ونقعد تحت. وعمر مات العدل، مات عمر، عدل ما مات وعمر ما مات. كل واحد يصلح نفسه، بتلاقوا حدا يساعدكم وقت اللي بدك تكون عطشين. الله يشتي علينا. نعم تيتا، بدي اقول لك يعني قولي له لدادي انه يساعدني. قالت له كيف بده يساعدك؟ قالت له انه انا بس بدي اعمل بيبي وكاكا، صرت وتعرف وما تشلح سنتين، خيي بيعمل هيك، ركب لي واحد هيك انا لالي مثل خيي. وانت وين بتشتغل بنتك؟ وانت وين بتشتغل؟ ايربون اير فرانس ايرون اميرون بحسب الميم. مهضومين، ما بدنا انفجار على الحدود، ما في حدود يا أخوتي، ما في حد بيني وبينك، ما في سيف. الصفاء والبهاء، أهل الذكر، أهل
أهل الفهم والعلم، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. نحن وقت الإجر الآن طوبيل على ضيعتنا، صرنا نطعمي حشيش للسواق، نفكر إنه هيدا مثل الحمار، الحصان، البغل، بدو يأكل حشيش. بعدين بي ضربنا من 80 سنة وقال له لبديع، أنت جاي من أمريكا لو جاي معك أنطوبيل زربه. كل إنسان يعيش حسب الموسم مثل ما بلده بتعطيه وخلص. كلنا في اللي حمك في سلطان نخفى، منساعد بعضنا. الكلاب هون ما بتنام يا حرام كل الليل، والإسعافات كل الليل، والبسينات صاروا هلا بيقتلوا البسينه، ما هي بتنزل تحت السياره دغري. لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تشرب الزور، لا 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 لا، صارت نعم 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 نعم، ونعم الكرام. فاذا الكتاب موجود، تسمعوا مريم، مش مريم عم تحكي، بس مريم بحاجه لكم، محتاجه ايها الحق. كن عظيما ودودا قبل ان تصبح عظاما ودودا. هذا لسان، ما بقى في انسان، صار في لسان عم بياكل. شو عم تاكل؟ بياكل تعيش او بعيش تاكل؟ قل لمن تعاشر اقول لك من انت. فاذا جاني مرض انا السبب، انا نحن ما بروح بياخد دواء، بلا لازم نبيع أدوية. هلأ بدنا أمريكا وإسرائيل يعني؟ غيروا أكلكم، غيروا النوايا. نقرأ شي صفحة من أي كتاب، يا الله شو هالكتاب، ما فينا نقلكم، رح نحطه بكل العالم. أنطون السعادة، نشوء الأمم. وقتلني كل واحد آدمي شاطر وذكي جسديا بيرجع من التراب الى التراب، حقيقة ما بتكون. بس بدنا الموت الرحيم، رحمتك وسعت كل شيء. كلنا بدنا نكون مع اهلنا، هيدي التيتا هي اللي تضيع كل الشيخة، وهو الشيخ كمان ادم وحواء. لو ما في ام وبي التقينا، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك، طينا طعنا فسك. بيقولوا بالإسلام ما بحب أمهم، كلنا ضحية الجهل. ما منحب المدرسة، إيه يا تيتا لا، بدنا نروح نقول للمعلمة عالزيح وعالسطر أنا بحبك. أنا ما بحب المعلمة، روح ألعب مع أصحابي. خلاص كل واحد والصاحب بيسحب. وصدقوا الأطفال إن لم تعودوا كالأطفال. كنت أنا بأمريكا وقت اللي 23 طفل طلع من البطن. هلأ رحت اليوم بدأ من بطيخ لأولاد، رحت دقت شقفة بطيخ، قلت له مش بطيخ، ضليت أكل خيار تشبع كوسة. قال لي إيه، حقنينو الاسم بطاطا، البطاطا يعني لحمة الفقير. ما تكبوا الأكل يلي مش منيح، أعطوهن لحدا. الحيوانات بتشمون وبتعرف تطمرهم، شفتوا البسينات كيف بيطموا بالتراب؟ كومبوست للأرض مثل الجسد، والتراب بتغسلهم. يلي ساعدت هرة ودفنت هرة، نرجع نتعلم قصص الأولياء والأنبياء. تركنا النبي، لحقنا الغبي. ما نحكم المسيح، مين أنا تحكم عليكم؟ إذا لقيتوا إنسان أفقر مني وأحمر مني وأغمر مني تلونه. إيدي بإيدك وما نروح بعيد. بدنا اليا نصيب، بدي أربح اليا نصيب. أي يا نصيب؟ شو بدك تصيب؟ ونور بدك تصيبه؟ معي برد وفرد ومدري شو هيك. هلأ صار في إشياء بيقتلوك، الموت الفجأة والموت البغتة ومدري شو، لا، بيخدين إذن من الدولة إنه هالمصاري عددهم كبير، قتلوا
نحن مش عدد، نحن عدة. حب نكون معكم ومنروح على بلد ما منصدق إنه نحن موجودين بهالبلد. هذي مش تراب ومش أرض. يلي جوعان في أكل مد إيده. هاي فتوش وهاي تنورين جيبوا من عندهم تبولة، وهاي تبولة ترجموا تبولت يورينيشن، ترجمة رجمة. نتعلم لا شوكة ولا سكين. كعك هلأ خبز ما فيه، زيتون ما فيه، بس صبتي النية ونام حد الحية. ها هيدا شو هون؟ هرم بالعرض بالعرض بالطول بالبنان، كل ايدينا صبيعنا من سمائهم تعرفونهم. خمسة وهون النص، المسيح قال لهم انا هون خمسة ما بيوصلوا مع بعضهم، ما فيهم، لازم يضلوا متكاملين مع بعضهم. ومنعدهم سبعة، من بعد السبعة 12، وبعدين هالدزين 12، 32، 32، 64، the Arabic number بسموه. العدد العربي غني كتير، 1 2 3، في زوايا باللغة العربية كتير غنية. أنا ما عندي صرف ونحو حذف ومحو، بس عندي شهادات من أكبر جامعات بالعالم. مريم كيف أخذت هالشهادات هو كلهم؟ قلت لهم هيك مرة مرتين قريت وكتبت. جيت على لبنان حكيت عن الكورونا سنة 72، وبعدين عملت مسرحية اسمها قصر ومرجوحة، وكانت بنتي من الجسد لعبت الدورة عمرها 8 سنين، حملها موسى الصدر وأنا عم بحكي معي ورقة، شايف ما مكتوب شي على الورقة. قال لي مريم اللي عنده حق ما بده ورق، مروا يا منور. أنا ولا مرة حدا بيشوفني بضل بحك هون بحك هون بحك هون بحك هون بحك هون بحك هون بحك ما بعملها، مش جسمي اللي عم يتحرك، موجود the existence. عشان هيك بحب أحكي وحدي أو مع الأطفال اللي يا سامع يا مجيب، عيونك ما بترف يا مريم. 99 اسم وصفة وفعل. هالكتب رح تكون معي. عندي بلد اسمه الكويت، بيت الكويت، رئيس جمهورية أمريكا بيجي، بدهم يتعلموا اللغة العربية. وش رجلين تضلع مصاري مصر للمصاري؟ لا، وقت اللي طلعت الكهرباء وجت المصاري وجي هيك وصرنا آلة وصرنا جوال وهيك، وصرنا الحرب العالمية الأولى، بعدين اجت جابت الثانية، وأول مليون ما بلك منين، الثاني اجى من أول مليون، وهلا دمار شامل. بس دمار الجهل، رايحين على البيت نحن. موت الموت، أحلى كتاب موت الموت. كل كتب مريم تعملوا جوجل تسألوا في اليوتيوب بيقولوا لكم، وما في زوم أبدا. لو بقعد ساعات بتشوفوا إيدي هو هني، وبقعد حيفة 4 ساعات 5 ساعات بالنهار بمشي حيفي على الترابة، وببقى حاملة مفتاحي الحول هون معي، إيه مفتاح البيت، وإذا فتوا على البيت فاتوا ناس سرقوا. بس انه شو السرقة؟ يا ريت ما سرقوا كتو، سرقوا اغراض وهيك 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 وهيك، بس صحتين السرقة حلال شو ما كانت، عرفوا كيف تستعملوها. سرقة كتير، ما تخلوا خبز، ما تخلوا مصاري، روح شوفوا مين جوعان، روح شوفوا مين تعبان، نصير نعرف بعضنا بالضيعة، ما حدا بيضيع وما حدا بيجوع. لا تركبوا على البسكليت، بس طلعنا على الموتو، موت على الموتو، ماتوا ناس كتير على الموتو. وهلا مر الأمبولانس والإسعاف، يلا مرقوا مرقوا مرقوا، أنا الصليب الأحمر، أنت الصليب الأخضر، هذا الصليب الأزرق، الهلال،
كلمة مرحبا حلوة كتير انزرعت بكل بلد أجنبي تطلع عندي. حلو حلو. مشان هيك بدنا نتعلم إنه هاي زهرة بس هيدا كله اصطناعي عندي بالبيت، بس ما معنيت ما بمسحه وما بسقيه المي وهيك، لأنه كل شيء صار اصطناعي. اليوم بقول يلي مرتي تلحقني، كله مش فاهم بعضه، وهلا صار بيعمل لك مثل مرتك ثلاثة أربعة مثل بعضه وبحطها بالفريزر. كسرت إيدها بجيب لها إيد من هيدي، كسرت إجرها بجيب لها إجر من هيدي. قال له لا وقعت مرتك وليه؟ قال له هي وقعت وماتت. قال له لا ما ماتت، أنا هلا جربتها بعدها منيحة. كلنا عندنا لهجات تشبه الضيعة اللي نحن فيها. نحن عندنا رئيس جمهورية بلبنان، ما فينا خبركم يعني، فات على الكنيسة قتلوا وطلع رئيس جمهورية سليمان فرنجي. وفؤاد شيخ أنا كنت حده قال لي جسديا مدفون هونيك مع الأبونا ومع هديك ومع هديك، بس معك ما في موت، لأنه أي من كتاب الله الإنجيل القرآن الكريم إنجيل متى يوحنا المعمدان هولي من قلب الإنسان المستنير، تقرأ آية تغمض عينيك نام ومرتاح. اللي خلقني الصبح ارجع عشية بيخلقني كمان، هو مسؤول عني مش أنا. وخلص الهيئة يعني بدنا كم دقيقة صرنا عم نحكي ما بعرف، بس 15 16 17 خلص 17 بنعمله 21 7 7 7 والآخر السبعة أنت وأنا بالليل نحكي مع بعضنا وبسمعكم وبتسمعوني. مرة اجيت مع المسيح قلت هيدا عيسى ابن مريم، قلت لها كيف جبتي؟ قالت لي جبته من الكوكب من فوق مجرات. وقالت لي بلشوا تقروا اي كتاب، بلشوا تقول حقيقة وين نروح وين رايحين. جاك شيراك اجى على السعودية، اسمه جاك شيراك رئيس جمهورية يعني، قال له جاك عبد الله مهضوم. كلنا هيك انتبهوا الانتباه. منين جبت هالمطانت؟ ما معك تاكل؟ قال له ما معي كل انا ولا ولادي، بس اجيت وحدي ريت بيع الموتو وصلت لعندي شلحت ثيابها وحطتهم على الموتو وقالت له نقي شو بدك. شو بدك ثيابها؟ كبيتهم ركبت على الموتو وجيت. ايه ده بيفهم ايه اللي بده اياه؟ الموتو موت على الموتو، روح اشتغل على الموتو، شوفيرية تاكسي اكثر اطباء بايطاليا شوفيرية تاكسي، مستشفيات مستشفى مشفى اعتقد بيخدي دواء ما نفعك ما بضريك. ما بقى يحكوا عربي بلبنان، ما بعرف انتوا عندكم كيف يعني، صاروا كله توتال موتال سامسونج منسونج مدري ايش كلمات يعني، وحلوين الكلمات يعني، بتلاقي عمره 80 و90 وبعده انه بعرفيني كل توم بيقوم. شو بيقوم؟ قال له بيقوم من حدا كله. نحترم الاحترام، رحمتك وسعت كل شيء. طول كتاب مريم نور الحمارة، مريم الحمارة كتاب الحمار، نبعث لكم كل الكتب وانتو بتعرفوا تجيبوهم احسن مني. كتاب الصديق انا بعرف بس يزدته، تجيني اشارة واشارة لصاحبه يزدته ادري على الشجر على التراب على الحيوانات على الاطفال على المدارس. ما كان عندنا اوتوكار، كان عندنا سيارة صغيرة بس نقطع بعضنا. وبعدين صار عندنا أتوكار على المدرسة. لا فيك تقول نعم نعم، لا لا بالشكر تدوم النعم. نعم احنا عرب، صح النوم يا عرب صح
منهم يا عرب، نحن مش جرب، فينا نكون جرب جربين يعني جاس قاسي جارودي. نعم. فإذا يوميا بيعطيني إشارة بتوبتي، يوميا فينا نحكي هيك 21 دقيقة بعدين نحكي مع بعض. كل واحد في يعملها ببيتك حر انت، مش حرارة هون حط ادوية اكتر. لا هيك اجت الدواء، انا جيت سنة 72 قالوا لي شو هالكورونا شو كل ما جيت يا هلا، قالوا لي بين عمري 6 سنين وانا وعمتي قاعدة عندها وخي وخالي هوديك هونيك قاعدة تحت الشجرة، وجي الارمن وقعدوا بالجميسي تحت الشجرة كيف كنيسة حدنا، والكنيسة حيفة ولبس سمبايصة وما ناكل لحمة ما نقتل ماشي أبدا. فإذا بدنا نسمع الوصايا من القلب للقلب، يقول الأب تعال نشيل الغضب ونحط الحب ونقول نعم شو لازم يكون، كن عظيما ودودا قبل أن تصبح عظاما ودودا وسامحوني.